ماريانا وديري حبيبان منذ 3 سنوات، ويعيشون مع بعض منذ 3 سنوات في حالة من الحب والسعادة، حتى جاء يوم ودعته ماريانا إلى العودة معها إلى منزلها، وحينها قابل أخت ماريانا أول مرة. وكانت هذه أول مرة يقابل ديري عائلة ماريانا. أخت ماريانا في نفس جمال ماريانا، فالشكل العام يقول أنها من نفس العائلة ونفس شبه أختها، وعمرها مقارب أيضا. ولم يستطع ديري أن يتمالك نفسه، وقع في حبها، حتى جاءت في عقله فكرة شيطانية، وهي قتل ماريانا ودفنها حتى يخفي أثر هذه الجريمة. والعجيب أنه بعدما فعل ذلك الأمر بعدة أيام، جاءت ماريانا ومعها الشرطة لكي يقبضوا عليه. نعم ماريانا، كيف جاءت ماريانا وهو قد دفنها؟ فهل يمكنكم معرفة ما حدث بناء على هذه القصة المذكورة؟ الإجابة هي: هو لم يقتل ماريانا، هو قتل أختها، فهي كانت بنفس الشكل والشبه، فالتي قتلت ليست ماريانا ولكن توأم ماريانا. في أحد القرى النائية وجدت الشرطة كهفا مهجورا، وبعد فحصه تبين لهم أنه كان أحد مراكزهم القديمة. وبعد تردد من الدخول، دخل أحد رجال الشرطة هذا الكهف ووجده فارغا لا يوجد به أحد، ووجد به منضدة وكرسيا وحاسبا آلي. تذكر أن هذه الغرفة كان لا تنجح فيها عملية إلى النهاية أبدا، ولكنهم لم يفحصوا من قبل البيانات الموجودة على هذا الحاسب الآلي. ولكن توجد مشكلة، هذا الحاسب الآلي مغلق بكلمة مرور. وبعد عدة محاولات بواسطة المخترقين الخاصين بالشرطة، توصلوا إلى اسم المستخدم، وفي خانة الدليل أو المساعدة وجدوا هذه الكلمات التي ستساعدهم على معرفة الباسورد. هل يمكنكم مساعدتهم؟ الإجابة: الحرف الخامس من أول كلمة هو A، والأول من ثاني كلمة هو M، والرابع من ثالث كلمة A، والثالث من آخر كلمة هو N. إذن كلمة المرور هي AMAN. رقم 3: أراد ملك أن يزوج ابنته، لذلك قام بتنظيم مسابقة فاز بها فارس واحد. لم يكن أمام الفارس سوى جولة أخيرة ويتزوج الأميرة. قال الملك للفارس بأن أمامه 4 أبواب، ويستطيع أن يجد الأميرة خلف أحدهم إذا اختار الباب بشكل صحيح. ما هو الباب الذي يجب على الفارس اختياره؟ لعلكم لاحظتم أنه يوجد علامات على كل باب، لكن العلامة الموجودة على الباب الثالث موضحة باليد اليمنى. هذا هو الباب الصحيح الموجود خلفه الأميرة. فكر أسرع. تم حبسك في أحد الغرف ويوجد بها 4 أبواب، كلها خطرة ما عدا باب واحد، وأنت تريد الخروج. وأنت تحاول الخروج وجدت لوحة إرشادية مكتوب بها أرقام. هذه الأرقام تدل على اتجاه الباب الصحيح، فهل يمكنكم حل هذا اللغز؟ الإجابة هي: اللوحة الإرشادية بها أرقام، والشيء الوحيد الموجود في الغرفة به أرقام هو هذه الساعة. هل يوجد أحد منهم سينجو؟
أخبرونا بالتعليقات ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو.